ان انا قبل الصوم برضو ما باكلش برضو هيفضل يعني، برضو ده توضيح مهم جدا، واحنا يعني ده للساده المشاهدين واحنا بنسمع الحوار ده الجانب الاخر من الراي. يعني برضو في ناس هتسمع حضرتك، اي حضرتك فهمت. بتتكلم بتعقل شديد عن الامر، انه طبعا لان دي زاويه حضرتك، انه انت شايف انه دي الامور التي استغلت، لكن كتير من الناس شايفه انه دي كانت الذي يعني اشعلت الشراره، لكن كان في حاجات قبلها كمان. فاحنا يعني نفسي اخد من حضرتك، بالتاكيد مش هقول لحضرتك ايه تقييمك لكل اسباب الثوره لان ده مش مطلوب من حضرتك، اي فهمت. لا، لكن انا نفسي اسمع رؤيه حضرتك، او ايه بالتاكيد في انا جمله كده بتتقال انه كان مفروض ده ما يحصلش، ايه اللي كان مفروض ما انا يحصلش عشان ما تقولش بأرخ الثوره. لحضرتك بموجب شاهد عيان عشت طبعا احداث، طبعا عشت احداث تاريخيا وفي منطقه جغرافيه. انا ما بكتبش تاريخ الثوره، تاريخ الثوره لا، لازم ده يتكتب من مرتبط كل بمصر الزوايا كلها، بيكتبوا الناس المختصين، ولسه مش هيكتب دلوقتي طبعا. لان الثوره لسه جميع اسرارها ما اتقالتش، فما في وقت معين هتعرفي الكثير عن احداث الثوره. ايه اللي حضرتك قلت ان انما كان المفروض ما يحصلش؟ اللي كان المفروض انه ما يحصلش ان الوقائع الفرديه دي كان لازم يتم الرد عليها اعلاميا بطريقه افضل من اللي بيحصل ده، سواء من اعلام الداخليه او من الاعلام العام. زي وقعة خالد سعيد مثلا، زي وقعة خالد لأنها سعيد، خدت وقت في وقعة التصاعد. مختلفة تماما عن الحقيقة. وللأسف في بعض الناس من قيادات الثورة بتاعت 25 يناير كانوا على علم بحقيقة الموضوع، إنما هم استغلوه بطريقة خاطئة وجم اسكندرية. وأعتقد معرفش الإعلام طبعا ركز على ظاهرتهم كلهم، اتجمعوا كلهم يتقدمهم البرادعي ومعاه حمدين صباحي وأيمن نور وخلافه جميع التيارات، وجم صلوا في اسكندريه وراحوا زاروا والدته في البيت يوم جمعه، وعملوا وقفات احتجاجيه على كورنيش اسكندريه، وزخم القصه دي كان رهيب لمده 6 شهور. كانوا بيعملوا وقفات بطول الكورنيش كله بتاع اسكندريه، ويعملوا فعاليات كتير تحت بيته، كل ده عشان يحاولوا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، قبل الثوره هل كانت العلاقه جيده ما بين الشعب والشرطه؟ لا طبعا. طب سببها ايه؟ مرضو. انا من رايي الشخصي سببها ان دخلوا الشرطه في كل مناحي الحياه بتاعت المواطن العادي، فحملوا الشرطه ما لا يطاق ومش دورها. طبعا انتخابات دخلوني في السياسه، انا مالي ومال السياسه يا احمد بيه؟ يعني المفروض ايه دخل الشرطه الداخليه تعمل للسياسه؟ لاجل الشعب. ايه دخل الداخليه بالتعامل مع الاحزاب او مع السياسيين، او من ان هي بقى صاحبه الكلمه الاولى والاخيره في ترتيب قصه الانتخابات؟ ايه دخل طب يعني احنا حاليا عشان نحط ايدنا بس على نقط، خالد سعيد انتخابات 2010 استفزت الناس ضد الداخليه، وده اعتراف اعتقد نتفق عليه. مش هدخل بقى في جدل خالد سعيد شهيد ولا مجرم ولا قتل ولا يعني تمام. القصه قتلت بحثا، والمصريين اعتقد في ناس مش عايزه تصدق الناحيه دي ولا ناس عايزه تصدق الناحيه دي. ايوه طيب، كنيسه القديسين حتى الان في ناس مقتنعه ان الداخليه يعني لم تحسن، او يعني في ان في موضوع كنيسه القديسين. لا ما يعني لا صدقني، هي ذهبت الى الابعد. احنا مهم قوي المكاشفه في الحاجات دي، انه بعض الناس ذهبت الى انه حبيب العدلي شخصيا تم او اكيلت اليه الاتهامات بالطبع، ان هو افتعل دي. مش طب ده ليه؟ اللي اتقال ده حضرتك يعني مبادئ البحث الجنائي بتقول في اي جريمه نبحث عن المستفيد، ابحث عن الدافع، نبحث عن المستفيد الدافع ايه. طب الداخليه هتفجر كنيسه ليه وتموت الناس ليه؟ يعني طب ما نسال زي ما حضرتك قلت، كان حاصل ربط سياسي ما بين دور الشرطه وما بين دور لا هي القصه كلها السياسية. انا عايز اعمل اي مشاكل في الشارع، وتحديدا من ضمن الحاجات اعملها بين المسلمين والمسيحيين، فاقوم اختار كنيسه قدام جامع. يعني حتى اللي اختار الكنيسه دي تحديدا لارتكاب العمليه دي اختارها بعد دراسه قدام جامع بينهم وبين بعض الشارع، ليلة الاحتفال بتاعهم. انما لو سيادتك سألت المسؤولين عن الكنيسة هيقولوا لك الامن لم يقصر في شيء، بدليل انا عندي مصابين في الحادثة، اصيب رجال شرطة في الحادثة دي، وانا كنت انا بنفسي كنت موجود في الكنيسة قبل الحادثة بساعة الا ربع، ولانها كنيسة من الكنائس الكبيرة في اسكندرية، ونزلت على رجليا لفيت الكنيسة كلها من اعجابي من الخدمة، فرحت بشكل الخدمات اللي متعينه، نزلت سلمت عليهم واحد واحد، ورحت المديريه كنت ناوي اجيبهم الصبح عشان اكرمهم اديهم مكافاه حافز. طب من فجر كنيسه القديسين؟ الفجر كنيسه القديسين عشان تبقى سيادتك عارف، في اي تفجير في اي كنيسه لازم احدد ينعقد مسؤوليه الامن ازاي.
اذا تم التفجير من الداخل يبقى في مسؤوليه على الامن، لان ازاي القنبله دخلت، او اذا تم التفجير من عربيه مفخخه تركت حول سور الكنيسه في محيط الكنيسه، لان في الاحتفالات ممنوع اوقف عربيات حوالين الكنيسه. في القضيه دي انتقل فريق تحقيقات من مصر ومعاه المعمل الجنائي الخاص بيه، فريق على اعلى مستوى مخصص للحوادث الهامه، وفضلت عربيه المعمل الجنائي تفحص الاثار اللي موجوده في مكان الحادثه كلها من بالليل لغايه ثاني يوم 3 الظهر، وانا واقف جنبها لان كان يهمني قوي اعرف الانفجار بدا منين عشان اقدر احدد مسؤوليتي عن الحادثه. وطلع التقرير الانفجار تم بواسطه قنبله محموله، قنبله محموله يعني واحد ماشي بيها، ماشي بقى بعجله، ماشي بموتوسيكل، ماشي بعربيه، المهم ما كانش متوقف عند الكنيسه، وبالتالي لا مسؤوليه على الامن لان الشارع المرور بيبقى ماشي فيه ما بمنعوش. وجت ساعتها على ما اتذكر يعني جت لجنه من مجلس الشعب في هذا التوقيت، كانوا 30 عضو اجتمعوا في المحافظه جايين عشان يشوفوا الامن قام باجراءاته كامله ولا لا، وحققوا وسالوا وكتبوا شكر. وانا يمكن اختلفت معاهم في مبنى المحافظه بحضور المحافظ، لان هم لما جم من مصر راحوا زاروا المصابين المدنيين في مستشفى شرق المدينه اللي في وسط البلد، في وسط المدينه عند الكنيسه، وما عدوش على المصابين بتوع الشرطه وهم في بدايه دخولهم اسكندريه. وانا سبتهم وطلعت مع المسؤولين عن الكنيسه وهم لسه موجودين في اسكندريه، اللجنه طلعت معهم على المستشفى، زاروا المصابين وكتبوا في سجل المستشفى توجيه شكر لشرطه اسكندريه مع دعواتهم للمصابين بالشفاء. عندي سؤال يعني فالشرطه بعيده تماما. وعلى فكره لو الزمن امهل او القدر امهلنا فتره كانت القضيه جت، واعتقد ان الوزير الصالح والعدلي في احتفال عيد الشرطه قدام الرئيس قال احنا حطينا ايدينا على مرتكب الحادثه، كان ساعتها كان قبض على سيد بلال، وسيد بلال اتكلم وابتدى يدي الخيوط الاولى لضبط القضيه. لكن